الله اوقاتكم اخواني اخواتي، بكل خير. معكم ليندا، واليوم فيديو جديد. الفيديو تاعنا تاع اليوم اللي هو تحت طلباتكم، بلوندور جزائري يطلع لي مش بلاتين، وكذلك الطريقه باش نحمو شعرنا وما يتكسرش الشعر. شوفوا البنات، البلوندور انواع، كاين بلوندور يطلع البلاتين وكاين بلوندور يطلع الدوري. ولا مارك تاعنا تاع اليوم فيها اللي يطلع الدوري وفيها اللي يطلع البلاتين، وانا اليوم راح نحكي لكم على اللي يطلع البلاتين، كيف تشروه كيف تعرفوا. بالاضافه هذا البلوندور لانه قوي بزاف على الشعر، راح نعلمكم كيفاش تديروا حمايه لشعركم وما تخلي شعركم يتكسر كي تخدموه بليماش هذا. اول حاجه نعرفكم على المنتج اللي هو طبعا معروف وغني على التعريف، احسن نوع بلوندور في الجزائر، اللي هو شيك للبلاتين. شيك يطلع لدرجه البلاتين، لكن عيبه انه شويه قوي على الشعر. اول حاجه باش نطلعوا ليماش بلاتين لازم علينا نشروا الاوكسيدون تاع ايطاليا، يعني لازم عليكم وضروري تشروا الاوكسيدون تاع الطليان. كاين بزاف انواع، انا عطيت لكم ماركه خدمت بها اليوم اسمها تيتو، لكن اذا ما لقيتوش المهم تشرو ماركه ايطاليه دوريجين. علاش؟ لانه الاوكسيدون يا البنات تاع الخارج جاي قوي وفي نفس الوقت حنين على الشعره، فما يكسرهاش، يطلع لك ليماش بالخف وما يكسرلكش الشعر. فالسر تاع ليماش تاع الشيك باش تطلعيه مملاح لازم ليك يعني ديري اللي قلت لك عليه، هو البلوندور عفوا الاوكسيدون اللي يكون طلياني. ثاني حاجه وش هي؟ المصحح الازرق. لازم عليكم تعرفوا باللي كي نجيو نطلعوا ليماج بلاتين تاعنا وباش يطلعوا لينا باهيين، كل ما عليك تعملوا قد حبه الحمص مصحح ازرق رقم 38 في لوريات، ويتشرب بالاسم من الماركات العالميه. الدور تاعو انه يحافظ لك على لون ليماج صافيين ونقيين وما يخرجولكش في الاورانج، ولي غاسين تاعك ما تفزتش. ثالث خطوه واللي هي مهمه بزاف، اللي هو لازم علينا يا البنات نديروا عامل حمايه. عندكم حبيبات البروتين، راح نخليكم هنا في الفيديو ان شاء الله كيفاش يعني تشروهم. كاين بزاف انواع، كاين صاشي صغيره ب 25، كاين صاشي كبيره ب 45، لكن انا ننصحكم اشرو صاشي كبيره باش يعني تزيدوها في الشامبوان وتزيدوها في لي ماسك كي تصبغوا بالبلاتين ولا ديروا لي ماش بالبلاتين، فيبقى لكم اللون جميل جدا وكذلك رطب وناعم وما تكسرش. اذا البنات ثلاثه عوامل لنجاح اللون بلاتيني عندكم شيك، لكن شيك لازم كي تجيو تشرو لابواط، هنا راح ندير لكم زوم ان، تشرو اللي مكتوب فيها سيلفر في اثنين. سيلفر في اثنين شو معناه؟ معناه هذا اللون باش يطلع لنا اللون البلاتيني. وراح تلقوا باطة اخرى مكتوب فيها جولد، جولد هذاك تشرو اذا كنتم باغيين الالوان هذه، يعني حدي كاب وتطلعوا هذه الالوان اللي تكون في الدوري وفي الاورانج وفي الالوان اللي تكون يعني درجاتها ماهيش فاتحه بزاف كيما البلاتين. اذا البنات ثلاثه خطوات سهلين مهلين. اول حاجه نحتاجوا الى سيلفر شيك اللي هو هذا مكتوب عليه في اثنين، ثاني حاجة المصحح الأزرق باش ينجح لينا اللون، وثالث حاجة اللي هي الأوكسيدون تاع الطليان. إذا خدمته بالأوكسيدون تاع الجزائر راح يتحطم الشعرة وتتكسر، لأنه الأوكسيدون تاع الجزائر يحب تطولي في الشعرة، فمن كنتي راح تقعدي ساعة ونص راح تقعدي ثلاثة سوايع ويطلع لك صح مليح، من بعد الشعرة تتفتت وتكسر. إذا البنات وتجي دور العامل الحماية اللي ما تقدرش تشري، يعني ما تقدرش تشري الحبيبات تاع البروتين اللي هي تتباع في شيء، كل ما عليكم انكم تديروا بلسم هاواي، حتى زوز مغارف صغار ولا مغرفه كبيره تاع بلسم هاواي تخلطوها باش تحميكم الشعره، وكذلك جامي لا ديروا ليماج تاعكم فوق شعر نظيف وما يكونش مزيت، هنا راح تخسري شعرك. تفهمنا؟ اذا البنات هذا هو احسن نوع تاع بلوندور. المره الجايه راح نجيب لكم حاجه اخرى واللي هي تطلع لكم ليماج بلاتين ولكن احسن من هذا ألف مره ايضا. فان شاء الله يا ربي كل مره نحط لكم اسرار الحلاق والتجميل. كل ما عليكم البنات انكم تخلوا لي التساؤلات تاعكم وتخلوا لي وش المشاكل في شعركم راح نجاوبكم. وبعد ما تكملوا ليماج بلاتين وتخدموهم حذاري، تجبدوا بالليسر ولا بالسشوار على الاقل اسبوع، وتزيتوا شعركم بالفازلين ولا بلي ماسك نحطها لكم باش تحافظوا على اللون وتحافظوا على البروتين الطبيعي في الشعر. كان هذا هو فيديو اليوم، تهلوا لي في روحكم والسلام عليكم.